باهي تو نجيو للتست درايف نتاع الكهرباء بالنسبه لليوم. يومك سياره كهربائيه دونك لازمك تركز معايا باش نحكي في مواضيع مهمه جدا. اول حاجه نخدموا الكهرباء. عسلامه ومرحبا بكم الناس كل فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحه جيده. كيما وعدتكم شركزوا برشا على السيارات الكهربائيه الفتره هذه وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا تاع السيارات الكهربائيه وسيارات الهجينه وحتى زاد سيارات الليسانس العاديين. واليوم جبت لكم كهرباء تعرفوها انتم من قبل في الفيرسون ليسانس نتاعها، دونك كهرباء ماهيش غريب عليه كماركه او كموديل. اليوم اللي معانا هي البيجو 2008 الفئه الكهربائيه منها، كما قاعدين نشوفوا الزرقاء هذه وحده منها وحدها اختها صغيره 208، عملت عليها فيديو قبل ديجا بريزنتاسيون تلقاها زاده في القناه. كما تعرفوا توا سيارات كهربائيه قاعدين يعملوا فيه، قاعدين يدخلوا للاسواق وكل ماركه قاعده تتوجه السيارات الكهربائيه. دونك على هذا اليوم كي جبت لكم الموديل هذا الموديل مستنسين به. وبالمناسبه عندي فيديو في القناه على اليوتيوب وين حكيت لكم كيفاش تهبط سياره كهربائيه من برا، فيديو فيه انترفيو مع واحد من الاشخاص اللي جاب سياره كهربائيه من برا وكيفاش لازم تابو كل باش دخلها مش عن طريق الوكيل، معناتها سياره جيبها انت خاصه عن طريق عده شروط تلقاهم الكل في وسط الفيديو. دونك نحكيو على تفاصيل تاع 2008 تاعنا بالنسبه اليوم من برا من داخل وبعد ما تعدي من السوق، ونحكيو على مدى القياده تاعها والشارج وقد تشد كل التفاصيل اللي يخصوا الكهرباء هذيا. قبل ما نبداو اشتراكك في القناه مهم برشا، وكان تحب تتابع كل جديد عالم السيارات تابعنا على الباج فيسبوك ولا انستغرام. وإذا عندك أي سؤال خلونا في التعليقات، المعلومات اتصل كل ثقافة في الديسكريبشن لوطا. يلا بينا ليتس جو. لهنا كما قاعدين نشوفوا جبت لكم واحدة زرقاء على يساري واحدة بيضة على يميني، الحقيقة زوز ألوان محلوهم على الآخر، حرت فيهم أصلاً أني أوك علاش حبيت نحط لكم الزوز بسوما تشوفوا زوز ألوان فرد وقت. هنا كما تعرفوا كل ماركة كي تحب تعمل سيارات كهربائية حما حاجتين تو في الماركات قاعدين يصيروا، واللي هي يا إما تقلب الصفحة وتعمل إيدونتيتي جديدة وشاسيات جدد معناتها وحاجة جديدة بالكل تولي ما عادش تعرفها عبارة عن ماركة، مثلاً كيما مرسيدس كيما فولكسفاجن، وإلا كما اللي عملت بيجو انه تخلي الموديلات ليسونس نتاعها وتعمل منهم فئه كهربائيه. دونك هذا بالنسبه للحكايه هذيك. بالنسبه لبيجو كما قلت لكم خليت موديلاتها، دونك انت كي تغدر لها تقول لي 2008 عاديه هذه وما حد شيء، اما جست هذه كهربائيه باهي. قبل ما نحكي لكم على شنو اللي تبدل بيناتها هي والليسونس، خلينا نحكي لكم على المقدم اش فما. المقدم عندنا الاضواء نتاعها ال اي دي كما قاعدين نشوفوا، الايدنتيتي تاع بيجو معروفه، عندنا ثلاثة خطوط ال اي دي فول ال اي دي، وعندنا زاده من هنا ما عندناش فيها اضواء ضباب، وعندنا من غادي الدور نتاع الرادار نتاعها. لهنا قاعدين تشوفوا فيه كالوندر عباره كالوندر تاع كهرباء ليسونس، وانما هو مسكر بالطبع ما نسحقوش هواية بالنسبه للموتور الالكتريك نتاعها، اما ذاك راه مسكر. وكلمه 2008 كيفاش مكتوبه من غادي، ولهنا مازالت باللوجو القديم نتاع بيجو، دونك على خاطر هي ديجا موديل قديم شويه. هذا بالنسبه للقدامي نتاع الكهرباء، دونك قعدت على نفس تقريبا الكهرباء كامله. اما شنو اللي تبدل؟ اللي تبدل هو انه مادام كهرباء السياره ولات كهربائيه ومادام زاد الشاسي تبدل بالطبع، دونك اش عملت الكهرباء كبرت، دونك هذه فعليا اعرض من الفيرسيون ليسونس اللي ترى فيها انت في تونس. اي نعم هذه العرض نتاعها 178 نتاع تونس، العرض نتاعها 170، وبالنسبه للطول نتاعهم الليسونس اللي في تونس 430 وهذه 431 زايده كان شويه بالكل. باهي بالنسبه للجنطي وليو يجيونا 18 انش، دونك نحكيو على القدام يجيونا فرد وقت، الجنطي يجيونا 18 انش. الريتروفيزور كما قاعدين نشوف فيهم بلاك حل من هنا فيها برشا بيانو بلاك الكهرباء، ومن هنا في عود كلمه جي تي ولا فيرسون تولي عندنا كلمه او بالازرق معناتها الكتريك. هذه بالنسبه للحكايه هذيك كل شيء من هنا مغلف ما شاء الله. عندنا العجل تاعها ميشنا 18 انش، وعندنا الترويزر تاعها بالفينيتون ورابط تابل، هذه مسكره وهذه محلوله رابط تابل الكتريك ما باهي. نجيو لهنا من لوطه ما عندناش كروم ولا حاجه، وانما عندنا باجيت من لوطه ماهيش كرومي. كما تعرفوا الفرنسيس ما يحبوش برشا الكروماج، وشوفوا هذا الخط اللي تعمل فيه بيجو في الكهرباء في الديزاين، الخط هذا محلي على الاخر عجبني الحق. حما حاجه انك صورت لكم باهي اش نحكيو خاطر الطول تاعها 431، دونك المنافسين تاعها باش تقول لي اول منافس مباشر لها هي الاوبيل موكا. اما كان تفرش الحلقه تاع الاوبيل موكا حكيت لكم انه الاوبيل موكا الديزاين تاعها متري دزوها عباره دزوها شويه، معناتها فعليا الاوبيل موكا اصغر من هذه رغم انه نفس الشاسي. فهمتوا معناتها كيفاش الحكايه؟ هذه اكبر من اوبيل موكا، دونك هذيك بالنسبه للحكايه هذيك. دونك كيما نقولوا قاعدين نشوفوا لهنا الكوب هذاك هذا هكا، وهذه الخطوط هذوما يعملوا فيها في كرابهم وكل، والبلارات من تالي فيمي تقريبا 100% ومن قدام تنتي، وعندنا من هنا الباردو تو نتاعها كله باللكحل، والفيرسيون اللي قاعدين نصوروا فيها اليوم هي الفل، دونك فيها السان روف. هذا بالنسبه للجناب تاع الكهرباء، وبالمناسبه تشوفوا كيفاش الكهرباء توا قاعده تشارجا، البيضه توا قاعده تشارجا هاكم من هنا. تتشارجا وفيها الاي سي والدي سي، اي سي والدي سي معناتها فيها الشحن البطيء واللي هو الشحن اللي في الدار، ولا الشحن اللي في البطيء اللي في الكيوسكات، والا فيها الشحن السريع. نقول لكم بعد قداش تقعد باش تتشارجا من كذا لكذا، هذا يكون نحكيه في تجربه القياده. حكينا تو على القدامي وجنا بر ضربه، خلينا نشوف تو التيلاني شنو تبدل. بالنسبه للتيلاني تقريبا ما تبدل حتى شيء، الا حاجه بركة انه زادتنا كلمه او من هنا، شوف الاو اللي كتبوها نفس البوليس نتاع كلمة 2008 ومحلاها بالازرق كي بالرسمي مزيانة على الاخر. عندنا الاضواء نتاعها ال اي دي فول ال اي دي من تالي
كيما من قدام، وعندنا الدور تاع الرادار، وعندنا من هنا الكاميرا نتاعها. دونك هاي من هنا الكاميرا نتاعها. فريق المفتاح نتاعها مفتاح نتاعها نفسه تاع الفيرسيون ليسونس. شوفوا فيه تاع التسكير، فيه تاع الفولو مي هوم هذيك، وفيه تاع الحلين. المال ما تنجمش تحلو بالمفتاح، وانما تجي من هنا وتحلو هكا. دونك بالنسبه للحموله نتاعو 434 ايترا. باه ايش فيه؟ فيه من هنا عندك الشارجر نتاعها، وعندك تحته ما فيهاش برود سكور. دونك ما عادش يجيو برود سكور بالنسبه للوحدين الوحدين هذوما. وعندك مغادي هدايا نتاع دبوس الغاز تاع لوازم، اوكي نتاع لوازم الصيانه نتاع الكهرباء. على اليمين على اليسار، على اليمين فيه ضوء، على اليسار ما فيه حتى شيء، لا كروشيه لا حتى شيء، ما فيهوش حتى وين قجر ولا حاجه، جوست هكايا من هنا فارغه شويه تنجم تحط حاجه. فينيسيون نتاعو كما تعرفوا فرنساويا فماش حاجه سبيسيال، دونك اما كل شيء مغلف، ماهوش مقصرين في الحكايه هذيك، حتى هذه مغلفه هكا. السوي هذا عجبني، ما عرفتش كان قاعدين تشوفوا فيه السوي هذا عجبني بالكدا، دونك تنجم حتى تحط عليه حاجه، وجاي بالبلاستيك مش طوله ولا حاجه. من هنا باقي الباكيت اللي حطوها مش كروماج ولا حاجه، باهي تنجم تحط ساك هكايا هكايا هكا. حتى السوي هابط، شوفوا كيفاش هابط بالكدا، واصل قريب الركبتي برسمي، طولي يعني 1.76 متر، واصل قريب الركبتي وبرسمي معناتها الكهرباء من هنا. وعندك من هنا هذايا نتاع التريونجل نتاع البريزيناليزاسيون نتاعها، وباش تهبط المال فيه من هنا على اليمين وعلى اليسار باش تهبطوا. هذا بالنسبه للمال نتاعها. خلينا نشوفوا الدخلاني شنو تبدل. باهي نجيو توا للدخلاني نتاعها. انا مستانس كيما ديما كي نجي نعمل لكم في فيديو على كهرباء نحكي نحكيو على التلاني دخلاني نتاعها، نوخر الكرسي للاخر. المره هذه الامر ما كانش كيما العاده، وخرت الكرسي هذا للاخر، نلقى روحي حتى الصباط ما ينجمش يدخل، معناتها برسم هذه اول مره راه ديجا في كهرباء في الكوبري هذا حتى الصباط ما ينجمش يدخل. دونك زدت قدمت شويه كرسي، وهذا خليته في البوزيسيون نتاعي تاع السوقان. انا طولي 1.76 متر، اما هذا توزي شويه نحكيو عليه. بالنسبه لهذا هكا وخرته شويه، معناتها عطيني شويه سباس. هذه جايه بالبلاستيك باش خاطرهم عارفين اللي هو باش يوخر برشا لازم، واللي يلعبوا من تالي ادولت وكل. دونك باش انت كي ساقك تمس فيه ما تقلقش اللي راكب من قدام، هذه محمول على اليمين وعلى اليسار. باهي تو الكونتربورت، بالنسبه للكونتربورت نتاعها كي لهنا مغلف، وعندنا السيربيكور بالاخضر زعما راهي سياره كهربائيه وكل. عندنا قجر لا باس فيه تاع دبوزه ما صغيره او كيك تاع نص سيترا ماكسيموم. وعندنا البوق من هنا، لهنا عندنا كي فينيسون مخلطه شويه، فينيسونات شويه كبير شويه بلاستيك شويه كي بالبيانو بلاك شويه كي بكل كتحسوا شو اسمه هذاك الكربون فايبر الفيك هذاك، برسمي ماش خايبه معناتها هكلي مزينينها شويه، فهمت؟ هذا بالنسبه للبلاصه هذيا. لهنا عندنا التونيل، استغربت الصراحه كهرباء الكتريك فيها تونيل، والله انا بدي مستغرب. كان واحد عنده تفسير يقول لي بالرسمي بالنسبه للحكايه هذيا. دونك نجيو للبلاصه الوسطانيه، الحقيقه هي الكهرباء ماهيش ضيقه برشا من تيري، غير البلاصه الوسطانيه ديما باش تكون هكي داز زدك هكا. دونك البلاصه الوسطانيه مع التونيل اكيد باش يكون معناتها طول صغير يقعد فيها 10-11 سنه ماكسيموم. عندنا وحدين زوز يو اس بي فاست شارجر، مش تيب ا ولا تيب سي، مش واحده تيب ا واحده تيب سي، وما عندناش ايراتور. في كهرباء الحقيقه ماهيش كبيره برشا، دونك ايراتور هكا جاي في الوسط من غادي ينجم يوصل لك من هنا، معناتها اموره واضحه. لهنا نسيت ما قلت لكمش اللي عندنا هذايا وين تحط حاجه، كتاب ولا مجله ولا حاجه. الكسوه نتاعها الحق مزيانه على الاخر، شوف الفينيسيون قاعدين يخلطوا برشا، من برا يخلطوا برشا على شويه كروماج شويه باكيت شويه بلاستيك شويه بيانو بلاك، من داخل قاعدين يخلطوا برشا فرنسيس، هذيك هي المدرسه نتاعهم. دونك عندنا على سيربيكور بالاكحل، سيربيكور بالاخضر، كوير مبر قماش، بالرسمي مخلطه مخلطه بالكدا. نجي طول البلاصه هذه، البلاصه هذه هي البوزيسيون نتاعي، البوزيسيون كان انا تو كي نسوق هكا نقعد في الكرسي هذا من قدام. دونك سافا ماهيش خايبه، من الفوق لا باس فيها زاد ماهيش خايبه. من الفوق كيما قلت لكم عندنا السان روف، اما جاو عملوا لهنا عندنا كابتين ال اي دي يمين ويسار صغار بالكل كي ال اي دي محليه، ماهمش خايبين. نشوفوا الفينيسيون تاع الكرسي قدامي سبور برشا الحقيقه الحكايه. وهذا هو بالنسبه اكيد فيها ليزوفيكس، ومن هنا اكو تاع السبت هذيك مخفيه باش انت ما توجعكش كذا تنقل من مكان لمكان. هذا بالنسبه للتيلاني. كيفاش القدامي؟ القدامي افخم الصراحه بالكدا، تنسى بيه التيلاني وتنسى بيه حتى اللي هي فرنسويه. بالرسمي ابدع كيما ابدع في 308 جديده صورت لكم ديجا، بالرسمي بيجو في كهرباء جدد قاعده كيما نقول لك بالسيف تحب تحط لك تحب تزين لك الكهرباء، معناتها بالسيف عليك تعجبك من الاخر. معناتها انا قبل بيجو ما كانوش يعجبوني، اما طول الصراحه ولاو يعجبوني من ناحيه التصميم خاصه. باهي الكونتربورت القدامي فخامه اكثر كيما قلت لك، تولي فيه الامبيانت لايت الاضاءه الترحيبيه او لوميير دومبيونس تولي بالاحمر، وثم زاد عده الوان اخرى، اما مش برشا الوان، ابيض في بالي احمر في بالي وازرق وحاجات هكاكا حاسيلو شويه الوان. وجي لهنا هذيك اللي بتشد بها يدك تجبد الباب تولي مغلفه بالكوير بالسيربيكور بالاخضر، تحسك اللي سياره رياضيه. رغم اللي بعد كي باش نحكيو على تجربه القياده نتاعها راهي ما فيها حتى شيء في القوه، راه عاديه على الاخر متواضعه. دونك بالطبع كات فيتري الكتريك تربز الربا تبل هذاك جو نعرفوه. شوفوا لهنا فينيسيون تاع الكربون فايبر متبعه من لهنا الباب حتى تاكشي للباب اللي من غادي، ما تبع التابلو دبور كامل. باهي
بيجو حال فقلت لك والله العظيم مش كي تعمل ما تعمل الفولون مانيش تنكبره مش كي تعمل ما تعمل حتى راه في موديلاتها جدد بالكل دونك الفولون صغرون انا قبيله حتى كي حبيت نحط البوزيسيون تاعي اضطريت اني نزيد نوخر شويه على خاطر ساقي تمس في الفولون دونك على فكره الفولون نتاعها خلينا نشوفوه دونك يقدم يوخر يطلع ويهبط ويقدم يوخر اما مع هذا شوف هذه هي اعلى واحده نتاعو كي تقدموا للاعلى بالكل وين ساقي انا باش تمس زاده مع اشترا الاكران هذا ما عادش ترى الايكو كبيت هذا دونك هذه براسي مشكله ما فهمتش بها بيجو هو راه فولون مزيان حتى حد ما ينكر الحكايه هذه اما زاده ما فما زاده راحه نتاع ركاب راحه نتاع السائق زاده فما زاده خاطر تدخل في السيكوريتي الحكايه هذه انت تسيقك لهنا تنجم انت ما تنجمش تمس البيدال دونك هما يعني الامور ابعد من انها تكون ديزاين اكاهو الفولون مزيان كل شيء مغلف بالسيربي كير بالاخضر فولون سبور برشا بالرسمي بيانو بلاك قاعدين يخلطوا كما قلت لك كل شيء خلطوا فيه بيانو بلاك على قماش على كل شيء معناتها بالرسمي على هنا بقيت كلمه جي تي من هنا تمشي تعمل كلمه جي تي بالرسمي والله ما فهمتها هي كهرباء الكتريك دونك نورمالمون جي تي تكتب فيرسيون ليسونس جي تي دونك نورمالمون لهنا او اما تعرف الحكايه بقولهم برشا فولونيات هكا مكتوب عليهم جي تي قلت شنو قلنا في فولون جديد حط هذاك الشيء مكفي دونك تصور هذه الحكايه خاطر برسمي جي تي ما عندها ما تعمل في كهرباء الكتريك معناتها انا متاكد الكهرباء هذه الكتريك قاعد نصور فيها دونك لهنا عندي على اليمين نتاع السورس والليست نتاع الاكران ولهنا تزيد وتنقص والبلوتوث والميكرو نتاعك دونك هذوما كل البوطونات اللي في الفولون يخصوا كان الاكران والامور تاع الاوديو اكاهو باهي نجيو لهنا عندي اكودوار يقدم ويوخر كالعاده مخلط قماش سوبر على كوير نحلوه متواضع متواضع ما فيهوش يو اس بي لا متواضع لا وزيد يدخل يدخل هكا معناتها فهمت يدخل لا باهي وفي هذه تحط فيه حاجات صغيره صرف ولا حاجه باهي باهي بالكدا عندنا البيانو بلاك زوز حاملات اكواب واحده تاع كوب صغير واحده تاع كوب كبير معناتها واحده جايه اطول من واحده عندنا الدرايف مود نتاعها الدرايف مود نتاعها الحقيقه فهمت عليها حتى هوني بيجو راهي ساعات تعمل حاجات برسمي راهو معناتها معناتها انتقاء نقد معناتها بناء يحسبوه فهمت بيجو ساعات تعمل حاجات دوانا هكا كي نحب نحط مود سبور نزيد نعمل هكا معناتها نورمالمون مود سبور تحط يما غادي يما هوني محد اللوفي محد اللوفي تجي احسن حاجه دونك المود سبور تاعها هوني الدرايف مود تاعها يتحطوا هوني فراند باركينج الكترونيك اللي في نتاع هذه باش تفتح يديك وهذا اللي في نتاعها بي ار ان دي ان دي والبي البي تنحكي لكم عليها من بعد شنو هي البي نجيو لهنا عندنا 12 فولت وعندنا وين تحط تليفونك ما فيهش شارج اندكسيون هذا يقجر هكا محلي دونك نحلوه هكا تنزل عليه اوكي في بالي يطلع هكا نحلوه محلي بالكل دونك تحط تليفونك غادي لهنا تولي فما عندنا شحن لاسلكي وتسكره هكا هنا تحط تليفونك وتسكر عليه وعندنا وحده نتاع تشارجي نتاع فاست معناتها وحده تيب سي من قدام تشارجي وحده تيب ا دونك هذاك بالنسبه للحكايه دي يعني عندنا البوطون البيانو هذوما موجودين في اغلب سنستناها عند بيجو دونك عندنا من هنا تاع كليماتيزور تزيد وتنقص الفنتيلاسيون كل ثلاثه ريكلينتون دبابه باللار تاعنا دبابه باللار القدامي وعندنا فيها السير شوفون تسخين الكراسي هذايا بالنسبه للحكايه هذيك ومن هنا شو بخلاف هذوما اللي فلس عندنا واحدين كيما نقولوا شويه تكتيل معناتها فهمت انت كي تغزر لهم فماش فلسه اوكي اما انت كي تمس هي فلسه في الصراحه فهمت دونك فيها فلسه نتاع اللي باش تشوف فيها الشحن تاع السياره عندنا دو جيراتور كيما قلت لكم قبيله جايين في الوسط دونك ما حطوش من تلي فتحه التهويه دونك في الوسط هاكا هي كرمة ماشي كبيره برشا دونك نجم يوصلوا التيلاني وهي الاكثريه ما تتوجه نتاعها نتاع عائله صغيره دونك من تلي يركبوا زوز ما يفوتوش 16 17 18 سنه في الحاجات هذيك الاكران اللي تبدع الفيرسون ليسونس في تونس دينا الاكران باش تغطر نفسه اما في تونس دينا مقسومه من هنا هكا معناتها الاكران يقعد كان 7 انش و 8 انش اما هذايا يولي 10 انش هذايا اكران اكبر شويه لهنا عندنا هذوما الكومودو مزيانين عندنا ليماج اوتوماتيك دو فو لهنا نسيت نحكي لكم عندنا زوز فلس واحده نتاع الحفاظ على المسار وواحده نتاع الكهرباء حفاظ على المسار باش تحضرك وواحده نتاع الكهرباء باش تكمل عليك الطريق من ناحيه الحفاظ على المسار كهو راهو باه هذا بالنسبه للحكايه هذه من قدام لهنا هذه قاعدين تشوفوا فيها ايكوكبيت وهذه الاكران هذوما زوز طاب باش نحكي عليهم شويه اخر برك خلينا نكمل لكم الحكايه هذه الكسوه كيما قدام كيما من تالي من هنا الكرسي الكتريك دونك نحطوا كونتاكت باش يخدم لنا اي دونك بالكونتاكت يخدم فهمتش عليه دونك لهنا كرسي الكتريك وفيه الميموري ثاني نحط واحد يسوق زوز يسوق ثلاثه واحد زوز هكا هاو زوز هكا هاو يسوقوا ويطلع ويقدم ويوخر يطلع ويهبط فيه اللومبير زاده هاي فيه لومبير زاد هاو لومبير تو قاعد يطلع بيا هكا دونك ريغلاج اون تو ريغلاج اون بروفوندور وكل زاد هذوك لهنا عندنا يهبط اسيستي طويل ما شاء الله وفيه زاد ما فيهوش ضوء لا ما فيهوش حتى ضوء اما كبير ما شاء الله معناتها جاي هكا بالطول هكا هكا طرف كروماج هكا على طرف كربون فايبر التابلو بور كله مغلف
بالكوير السيربيكوير بالاخضر ارباجات في كل شيره ما شاء الله. وعندنا من هنا السنروف نحلوه، خليته لنا شويه الشمس ما شاء الله اليوم طقس باهي، دونك السنروف يوصل حتى شي الغادي وخنشوفوه وين يتحل. دونك ها في نازله واحده امبولسيون باهي، دونك شوفوا وين يوصل مع بعضنا. كهو يوصل كان حتى القدامينا كهو، معناتها حتى قبل الروبوستات نتاع القدامي، دونك هذيك كهو. والستاره مانيوال راك تسكرها من هنا، عندك هذيا كيما تعرفوها نتاع السبته، ومن هنا عندك اكيد بالضوء ال اي دي، كابتن ضوء ال اي دي منه ومنها. الكاليتي ماهيش خايبه بالكل، البيجو قاعده تحسن من ناحيه الكاليتي صراحه، خاصه في الاعوام الاخيره. اما ما فهمتش على البلافونيه من هنا صغرون، بالرسمي صغرون بالكدا ولا من تالي صغرون، قلت ما يسالش، اما من هنا ياسر صغرون، عندك خط وزوج مربعات صغار هكا هو، معناتها بالرسمي يصغرون بالكدا. وهذه بوردر ليس محلاها على الاخر، وراها الكابتور تاع المطر والكابتور تاع المساعد على الطريق والانظمه السلامه اللي باش نحكيو عليهم في تجربه القياده كي نجربوها. الكرسي حاميك بالكدا، القاعده فيها الحق تحس روحك كومفورتابل، وهذا بالنسبه للدخلاني نتاعها. خلينا تو نشوفوا لي دي زيكرون هذو، نجيو تو نحكيو على الاكرون هذا والاكرون هذا. شوفوا انا بس تو نجم نصور هذايا هكا تغزروا له، هبط الفولون للاخر شوف. دونك ها ها شوف كيفاش سقيه ديجا، ما نجمش نسوق ديجا انا هكا. دونك لهنا ليكرون هذا، طخ قدم الكرسي باش نزيد نقرب لكم اكثر. نزيد نحط كونتاكت، مش على الكرسي كان بالكونتاكت يحافظ على البطاريه ولا شنو، اما يقدم بسرعه كذا هكا. شوفوا وين يقدم ماكس يزي حتى لهوني. دونك باهي باش نخلي نسكر لكم هكا. باهي اول حاجه عندنا ايكرون كيما هنا قاعدين نشوفوا فيه اي كوكبيت كيما بيجو تعمل فيه من قبل، وعندنا ايكران كيما قلت لكم هذايا فيه 10 انش. باهي لهنا بالطبع باش نحط اللغه العربيه، دونك لهنا قال لي ضع قدمك على دواسه المكابح واضغط على ستارت هذاك باش تخدم الكهرباء، اما تو احنا نحطوا الكونتاكت نتاعنا. باهي شوفوا كيفاش كيفاش يستقبلك من غادي. باهي من غادي عندنا على اليمين عندنا قاعد تشوفوا فيها هذيك 50، هذيك يقرا البلايك، نظام يقرا البلايك. وعندنا كيما قاعدين نشوفوا كيفاش تحس روح تحس روحك ثم ايكرون ورا ايكرون، دونك واحده القداميه هذه فيها جوست كذا قدمك وقد تمشي قاعد 0 كيلومتر، واللي وراها هي اللي فيها تاع البلايك وفيها تاع الفولون تاع حفاظ على المسار وفيها اللي هي تاع الكهرباء في البي في الباركينج قداش ماشي الكهرباء ماشي 7000 كيلومتر. وعلى اليمين بالكل غادي تاع السبته وفيها باور ايكو وتشارج هذوما لي مود دو كوندويت نتاعها، دونك الكهرباء توا في التشارج. باهي لا هذوكم مش المود دو كوندويت نتاعها، هذوكم الاتا نتاعها تاع الكهرباء توا ماهيش المود دو كوندويت. باهي على اللي صار من غادي عندي مدى القياده نتاعها واللي هو 266 كيلومتر بالنسبه للشارج اللي فيها توا، والشارج او البطاريه هكا حتى شي قرابه الواحد من غادي معناتها قرابه الفل نتاعها. هذا بالنسبه للايكوكبيت نتاعها. دونك وبالنسبه من غادي تغيروا من هنا، تجي من هنا هكا تغير. دونك لهنا عندنا هكا يعطي فيك كهرباء اخر ماشيه 7197 كيلومتر، البطاري 18.8 كيلوات بار اور. عندك اخر مره كي مشيت الفيتاس موين نتاعها 23 كيلومتر في الساعه. عندك مسار واحد مسار اثنين، عندك البطاريه فيها 83%، ما عرفتش كان قاعدين تراو فيها، ان شاء الله قاعدين تراو فيها. وهذيك بالنسبه للغادي. بالنسبه للكرون هذايا، الكرون هذايا تو نرجعوا هكا احنا، نرجعوا هكا احنا هوم هكا، هذايا صعب باش نقص هكا. نجيو لهنا، لهنا عندنا تاع اطفاء الشاشه هذه، اللي تحب تنقص تحب ما تحبش تغدر الشاشه ما تبقى تخدم. عندنا اعدادات السماعات، عندنا ملف المستخدم تنجم تعمل بيرسوناليزاسيون تاع دي بروفيل، بروفيل 1 بروفيل 2 بروفيل 3. عندنا من غادي الوقت، الكرون واضح بالكدا ما شاء الله، الالوان فيه بالكدا بالكدا، على اليمين الوقت على اليسار السخانه. دونك مانيش نركز برشا على الكرون كهرباء تعرفوها في تونس. دونك لهنا عندنا البارامتر خيارات عدد النظام اللغات فيها برشا لغات فرنسيه انجليزيه كل شيء، ضبط السريع الساعه والتاريخ، يعني عدد ملفات هذيك تاع البروفيل، طابع شخصي على اللوحه. هذه مثلا هكا تنجم مثال تو تغير هكا هكا مثال، انا تو نجم نحط اوكي هكا. دونك لهنا نرجع هكا به لهنا، انا عندي من هنا توا البيانات الخدمه خدمات، عندي فيها الواي فاي، عندي فيها النمط الخاص لهنا هيك، عندي تاع اليو اس بي، بحث الواي فاي، بحث البلوتوث لهنا، وفيها بالطبع جي بي اس باش نجربوا تو نخدموا الكهرباء. دونك الكهرباء توا خدمت، دونك جوست نجربوا نحطوا اير باش تشوف الكاميرا نتاعها. دونك الكاميرا نتاعها بالطبع قلت لك فيها 360 درجه. دونك لهنا هاي دي التالي الكاليتي الحق تعبه بالكدا بالكدا زاده، ايش باش نحكي لكم معناتها. رؤيه خلفيه قال لك انت تحب تختار تحب رؤيه عاديه رؤيه 180 درجه هكا، تحب رؤيه مكبره من تالي تحب معناتها باش تركز على ديتاي، تحب ان تلقائي هذا العادي معناتها البازيك، وتحب الرؤيه العاديه هكا هكا. عندك كان الخيارات هذوك قال لك رجاء تحقق من المنطقه المحيطه قبل المناوره، ما ترد بالك دراك فما كهرباء توخر من غادي لهنا هكا هاي كمان غادي.
دونك هذاك بالنسبه لنا. وعندنا هذه نتاع الرادار القدامي نتاع الكهرباء، نرجعوا نحطوا بي هكا ترجع هي من هنا الاكران يجاوب ما شاء الله فيسع فيسع. نهبطوا له قلت لك عندها فيها سي شوفون بالتكتيل الحكايه شفتها هاي بالتكتيل الحكايه. هذوك الفلوس اللي قلت لك تحسهم تكتيل، انا عندي شورت كاتس مثال هنا نزلت الكهرباء، انتقال تلقائي لاضواء الطريق، المساعده على صف السياره، تنجم تعمل لك مساعده، نظام منع التزحلق تراكشن كنترول لهنا، فحص اعاده ضبط انخفاض ضغط الاطار لهنا، كنترول بريسون دو بنو، اعدادات السياره، عندنا مثلا بالنسبه للراحه عندنا فتح من جهه السائق فقط، اضاءه الداخليه لوميور دومبيونس هاي لوميور دومبيونس تاعها هاي الالوان. دونك قلت لكم عشان فماش برشا الوان دونك هما تختار الالوان تاعها بالرسمي، معناتها فيها فيها معناتها تنجم تشيخ عليها الكهرباء عندك ما تعمل في الاكران، الاكران ما عملوش كبير هكاك فهمت، هذيك الحاجه اللي عجبتني. السلامه عندك برشا حاجات دونك دوما فرامل طوارئ الاليه، منع الاستدامه هذيك، عارض السرعه الموصى بها اللي قلت لك بلاكه فيها 50، انذار لتنبيه السائق، مراقبه الزوايا المحجوبه شو اسمه لونجل مور، صف السياره هذه الكهرباء تنجم تعمل هاي كتروفيزر تابت تحب تفعلها تحب، معناتها كل شيء تنجم تعمل له الكونفيغوراسيون اللي تحب عليها. ومن هنا تاع الكليماتيزور مثلا تو ننزل اي سي هاي كتجيني من غادي عاد نسكر من هنا صوته قوي بالقد، هذا هو بالنسبه معناتها للداخلاني نتاع الكهرباء اللي كانت عندها مسوقه، ونزيد نحكيو على الموتور تاعها مدى القياده وكل شيء يخص كومبورتمون في الكيس. اقعدوا معايا باهي تو نجيو للتست درايف نتاع الكهرباء بالنسبه لليوم، اليوم سياره كهربائيه دونك لازمك تركز معايا باش نحكي في مواضيع مهمه جدا. اول حاجه نخدموا الكهرباء دونك سي بون، هي تو خدمه ال اي دي قدامي شعل من غادي. اول حاجه باش نبداو بالتوخير دونك كي ماشي ظاهر عرفت خاطر الشمس عامله لاني عندنا الكاميرا نتاعها، الكاميرا كيما قلت لك الكاليتي نتاعها تعبه شويه اما تعاون والخطوط يدورو زاد دونك انا باش نحاول نعمل عليها من غير ما نغزو ورايا صافا هكا دونك تو نبدا هكا بسم الله. باهي اول حاجه باش نحكيو عليها هي الموتور نتاعها، باهي خلينا نحكيكم ساعه على الجينال تونس. الجينال تونس كيما تعرفوا موتور ايسونس، دونك الموتور ليسونس جينال تونس هو اللي 100 حصان، جينا 100 حصان و200 205 نيوتن متر هكاك، ولا هي حكايه 200 نيوتن متر و1.2 دونك احنا تو نحاول نقعدوا بالطبع سياره كهربائيه فماش حس ودوما تنزل باش تخرب. قلت لكم الجينا في تونس موتور ليسونس 1.2 200 حصان 100 100 حصان و200 نيوتن متر دونك. وبالنسبه لهذه الكتريك باش شنو الموتور اللي يجي فيها هذه؟ الموتور اللي يجي فيها القوه نتاعو 50 كيلو وات بار اور، والقوه نتاعو بالنسبه للبويسونس 136 كيلو وات، 136 لا 120 كيلو وات، هوني 120 كيلو وات كي تعوضها بالهورس باور تجيك 136 حصان. دونك الكهرباء نتاعنا اليوم 36 حصان، ما قعدتش قبيله كي حكيت لك الميزان نتاعها زاد حكيت 400 كيلو كيف ولات الكتريك دونك القوه لازمها تزيد. اما هاكم تشوفوا معناتها ما فماش فرق كبير بينات هي ذكرت تو اللي جينا تونس 130 حصان 230 نيوتن متر، خاطر نذكر اللي هي زايده كان 6 شهودين هكا هاو، دونك هذه 136 حصان و200 و260 نيوتن متر، زاده 30 نيوتن متر على جينا تونس. بالطبع سياره كهربائيه دونك ما فماش حتى حس ودوما تنزل تجيك القوه. عندي النظام اللي يقرا البلايك دونك لهنا المشكله قاعد نواجه فيها هذه كيما معناتها مش اول مره نجرب بيجو هكا، دونك الفولون قاعد يعطي فيه في شطر كوكبيت مانيش قادر نرفي كل الكوكبيت، دونك اصلا مش قادر نرفي السرعه اللي قاعد نمشي فيها بالرسمي، فهمت الشباب بيجو يعملوا هكا. دونك بالنسبه لمود كوندويت لهنا هذه زاد قبيله انتقدتها قعدت نحكي لها برشا، دونك لهنا عندي مود كوندويت شفت كيفاه، معناتها انت باش تحطها لازمك تركز على الطريق كارما حدايا وكل، دونك لهنا ها مش قادر نرفيها حتى توس حقيتي نخرج بها برسمي كهرباء باهية تخرج بالكدا تنزل بالكدا. قلت لك المود كونفيت فيها المود سبور المود كول المود نورمال، باش نضحكوا حكاية أول حاجة المدى القيادة بتاعها 332 كيلومتر، أول حاجة 332 كيلومتر عمرها ما كانت صحيحة، دونك لهنا عمرها ما كانت صحيحة علاش؟ على خاطر تعتمد على البنية التحتية الطقس اللي في البلاد ومعناتها الطقس تاع البلاد والكياس تاع البلاد والاستعمال وكل كهرباء فيها اوتوروت فيها اوتوروت والا الاستعمال تاعك اوتوروت والا في وسط البلاد، وتعتمد حاجه اخرى زاده على السياقه نتاعك تحط لك الماتيزر ولا تنزل برشا ولا هاك. علاش 136 حصان ما تحصل عليهم كان في المود سبور؟ صح عشان نبداو واضحين من الاول، ما تحصل عليهم كان في المود سبور. باهي كي تحط المود ايكو تعطيك 82 حصان هكا هاو، هذه ممكن ما كنتش تعرفها، وكي تحط المود نورمال تعطيك كان 100 حصان هكا هاو. مثلا انا توا قاعد نمشي كان على 100 حصان، دونك لهنا انا كي نحط الدرايف مود تاعي كي نحط مثلا نورمال
نطول نحط سبورت ما شاء الله طولت تعطي فيه في 136 حصان بتاعتك لهنا طولت كهرباء ما شاء الله معناتها تنزل بالقديم دونك هكا نجربوها هكا طول برسمي ولا تنزل بالقديم طول وليت نحس في كهرباء برسمي الكتريكة اللي دوما تنزل عليها تعطيك بالقديم وبالنسبة لهنا فيها برشا أنظمة متاع مساعدة طول باش نوريها لكم لست قرب لي أكثر قلت لكم اقربوا لي من هنا باش نوريكم أكثر الكرون هذايا بأول حاجة كلينيتونس كيفاش لهنا محليها على الآخر دونك انا توقع فرد مره فما مبوتياش فرد مره نركز على الكياس وركز نحكي على الكهرباء دونك هكا على الساعات نقف شوي في الحديث دونك كليتون على اليمين وعلى اليسار ومن غادي عندي حاجات يتبدل وحدين دونك من هنا عندي هكا هاي دونك عندي مثال هكا هكا مثلا النافيغاسيون مثال هكا دونك شوفوا كيفاش طاب تعطيني الخريطه هاك يعطيني طاب الخريطه شفتوا كيفاش هلا قاعدين قد تراو فيها دونك مثال نبدل هكا كوندويت دونك شفتوا كيفاش تبدلت المنظر من غادي ولاتك النظام حافظ على المسار مثال تو انا نبدل هكا كادرون شويه في كادرون معناتها شويه يعطيني الدور نتاعها شفتوا على اليسار عندي الاوتونومي نتاعها وعندي الباتري نتاعها وعلى اليمين عندي باور ايكو تشارج انا تو قاعد نهز في راسي برسمي الفولون مشكله في الكهرباء هذه دونك عندي مثلا ولهنا انا تو كي رجعت سقط مره اخرى نزلت على البي نزلت على البي معناتها شوفوا انا تو نسيب الاكسليراتور شوفوا اوزر السرعه كهرباء وقفت وحدها دونك لاني نزلت على البي البي اش تعمل هذه اول حاجه تعملها انك انت كي تسيب الاكسليراتور الكهرباء تقف وحدها وتعاود تشارج البطاريه وحدها دونك انت باش تربح مدى القياده وباش تربح زاده في البلاكيت دو فران نتاعك دونك باش تربح لازم من مصروف الصيانه ولازم باش تربح زاده من حكايه الشارج شفتوا معناتها الحكايه هذيك دونك لاني نزيدو نبدلو احنا اكثر بيرسونيل دو تنجم تعمل زادا بيرسوناليزاسيون راهو مش هو يحكم فيك كيفاش تحط دونك لاني هاكا بدل لي ضربه واحده اخص كيفاش تعطيني الكهرباء قاعده تمشي ان شاء الله قاعدين تراو فيها بالرسم انا حبيت نوريها لكم معناتها شفتوا كيفاش توا قاعد يعطي فيها كيفاش البطاريه قاعده تمشي تشارجها شفتوا كيفاش دونك مثال هكاكا مثال انا توش نسيب شو نسيب شفت كيفاش شعلت بالاصفر كي سيبته شعلت بالاصفر معناتها قال لي البطاريه توا قاعده تعاود تتشارج شفتوا كيفاش دونك هذا اللي حبيت نوريه لكم في الكهرباء دونك مثلا انا تو باش نحط المود تاعها مود سبورت تو حطيت الكهرباء من 0 ل 100 في 8.6 سكوندا تلعب شوي في الكياس و... ولهنا انا حال صنروفه وقع عليه جاكم الصوت نتاع الهواء دونك شفتوا كيفاش انت تسيب الاكسليراتور هي تقف حدا باش نحال فزادي خاطر ساعات تقلقك شوي صراحه هكا نكونوا كمان الفيديو نتاعنا بالنسبه اليوم ان شاء الله تكون استفدت حبيت نصوركم موديل معروف في تونس الفئه نتاعو الكهربائيه دونك باش تكتشفوا اكثر الموديلات وكل دونك واذا عندك اي سؤال وكما قلت لك ما تنساش تفرج في الفيديو اذا انت تبرمج باش تبرمج باش تهبط كهرباء واللي فرع نتاعها قوي ما شاء الله وفيها نظام تاع المساعده على المسار فيها نظام تاع منع اصطدام وفيها برشا انظمه تاع سيكوريتي اذا عندك اي سؤال كما قلت لك ما تنساش تحل خليه لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.